ينقل هذه الرواية أحد الرواة، يقول الراوي: جئت أنا وفلان الحلبي إلى سامراء. الإمام جلب إلى مدينة سامراء، الإمام هو كان في المدينة، وأخذنا نترصد خروج الإمام صلوات الله عليه. يقول: فخرج إلينا توقيعه. يقول الإمام في هذا التوقيع: إذا خرجت فلا تسلموا علي ولا يشر إلي بيده ولا يومئ إلي. الإيماء الظاهر يعني الإشارة بالرأس أو بالعين. فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. إذا واحد سلم على الإمام أو أشار بيده إلى الإمام أو أومأ بعينه إلى الإمام يمكن يأخذوا يقتلوا. أنه ليش أشرت إلى هذا الإمام؟ هذه الرواية التي تكشف جانبا من جوانب الضغط الذي كان يعيش فيه الإمام وكان يعيش فيه المؤمنون، حتى نعرف كيف أوصلوا هذه الأمانة إلينا، هذه النعمة التي هي أعظم نعم الله علينا، هي نعمة الإيمان. ما وصلت إلينا مجانا، آباؤنا أجدادنا تحملوا الكثير حتى أوصلوا هذه الأمانة إلينا.